ومتابعة لهذا التطور ينضم إلينا مباشرة من كوفنتري في المملكة المتحدة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ رامي عبر سكاي نيوز عربية. ما آخر المعلومات لديك بعد أنه وزارة النفط السورية ودقة استهداف هذه الناقلة الإيرانية التي كانت تقترب من السواحل السورية؟ نعم، هي كانت يعني أمام السواحل السورية. أولا مساء الخير. ناقلة النفط كانت قبال مدينة دانياس، هذه المنطقة يكون فيها يعني ناقلات النفط تقف في تلك المنطقة من أجل إفراغ النفط في شركة النفط في بانياس أو في مصفات بانياس. الناقلة استهدفت، ولكن استهدفت بطائرة مسيرة إسرائيلية أم استهدفت عبر البحر لا نعلم، ولكن ما نعلمه بشكل قطعي أن الناقلة جرى استهدافها، مما أدى لاندلاع الحريق بأحد خزانات هذه الناقلة، وأيضا بأن من داخل الناقلة والمعلومات مؤكدة لا يوجد أي عطل فني أدى لاندلاع هذا الحريق. الاستهداف قد يكون إسرائيلي بطائرة مسيرة، وقد يكون الاستهداف إسرائيلي عبر البحر، لأنه سابقا جرى استهداف أحد المرابط البحرية حقيقة الأمر في مدينة بانياس من قبل ألغام إسرائيلية. لكن اليوم لماذا تستهدف هذه الناقلة الإيرانية بعد أن عبرت كل هذه المنطقة وعبرت قناة السويس وجاءت الأراضي السورية المياه السورية، ويعني كانت في إطار تحضير لتفريغ شحنتها في مدينة بانياس أو في شركة النفط في بانياس، لماذا تستهدف في هذا الوقت بالذات؟ لا نعلم لماذا. يعني الربط في هذه المعلومات أستاذ رامي أيضا تكرار سيناريو الذي حصل في مارس الماضي أيضا لناقلة نفط إيرانية كانت تنقل النفط إلى سوريا. نعم قد يكون ذلك، يعني قد يكون ذلك، ولكن نحن نعلم بأن النفط الذي يأتي الأراضي السورية إلى سوريا الآن هو يأتي بشكل أساسي عبر ناقلات النفط الإيرانية، لكن هل هو في إطار الحرب الإيرانية الإسرائيلية ويدفع بالحقيقة الأمر؟ يعني النفط كان سيأتي لأبناء الشعب السوري، النفط الذي احترق كان سيفرغ ويذهب إلى مناطق سيطرة النظام صحيح، ولكن إلى مناطق يعني قد يستفيد منه أبناء الشعب السوري. الاستهداف هو رسالة إسرائيلية واضحة لإيران بأن حتى لو كانت هذه الناقلة ضمن المياه الإقليمية التي تبعد حقيقة الأمر، هذه الناقلة كانت تبعد بضعة كيلومترات أو أميال بحرية عن شواطئ مدينة بانياس. كل هذه التطورات أستاذ رامي مرتبطة أيضا يعني على خط واحد باستهداف أيضا موقع ديمونا الإسرائيلي الرد، واستهداف أيضا مخازن للأسلحة قرب العاصمة السورية دمشق. تحدثت عن خطوط المواجهة والاحتمالات بشأن ذلك، هل يمكن الربط بين كل هذه العمليات؟ بشكل قطعي كل ما يجري ما بين إسرائيل وإيران هو مرتبط، سواء استهداف ناقلة النفط، استهداف الصاروخ الذي وصل إلى النقب، القصف مستودعات الأسلحة، قصف بالطائرات الصواريخ، كل ما يجري من حرب إيرانية إسرائيلية يعني صريح العبارة يعني تجري على الأراضي السورية أو تجري عبر البحار مثل ما حصل اليوم أو في بحار أخرى. ولكن دعني أقول لك بأن الحرب الإسرائيلية الإيرانية تجري بالفعل على الأراضي السورية. يعني مواقع إخبارية إسرائيلية تتحدث بشأن الاستفزازات الإيرانية والرد الحاسم. اجتماع يعني أيضا عقد المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل مرتبط بالتطورات في غزة، إلى أين يمكن أن تتجه أيضا هذه المواقف وهذا الموقف الإسرائيلي الحاسم؟ يا سيدي، يعني لماذا لا ترد إيران في إسرائيل وترد إسرائيل بإيران؟ لماذا الرد دائما يكون عبر الأراضي السورية؟ لماذا تستخدم الأراضي السورية كمخزن سلاح لإيران، وأيضا تستخدم الأجواء السورية لإسرائيل كي تقوم بقصف الأراضي السورية تحت ذريعة محاربة إيران داخل الأراضي السورية؟ لذلك أقول أن إذا إيران كانت لديها حرب مع إسرائيل فتحارب إسرائيل في إسرائيل، وإسرائيل كذلك يعني فلتحارب إيران بإيران، لا تحاربها عبر الأراضي السورية. أشكرك جزيل الشكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، كنت معنا مباشرة من كوفنتري في المملكة